أريير بلان. طبعا الحدث هاتم اللي بقينا نتابعه فيه على المستوى السياسي، طبعا مش بالضرورة يعني كل الشعب التونسي، ولكن احنا على المستوى السياسي بقينا نتابعه فيه الى اخر البارح في الليل، هو التحقيق مع رجل غنوشي رئيس حركة النهضة، وانتهى بإصدار قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس البارح إدعاء بطاقة إدعاء بالسجن في حق رجل غنوشي، قضية تآمر على أمن الدولة الداخلي، تدبير الاعتداء المقصود به، تبديل هيئة الدولة، حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، مع وضع القوماني بقاسم أحسن وغيرهم في حالة صراحة، محمد شنيبة في حالة صراحة، ذوما اللي تم إيقافهم مع بعد مباشرة إيقاف رجل غنوشي. سندخل في قضية ردود الأفعال اللي بديناها البارح مع أردوغان، أساسا جملة ردود الأفعال، شفنا موقف فرنسي، شفنا موقف الاتحاد الأوروبي اللي يكون نتابع بقلق، تقريبا هذا القلق هو نفسه اللي موجود في بيان الخارجية الفرنسية، يلحق البيان واللي احنا نركز فيه كثيرا هذه المدة هو موقف الخارجية الأمريكية، واللي كذلك عبرت عن هذا القلق بنفس الصياغة مع تحميل أو حمال أوجه هذا الموقف الأمريكي اللي نقوله على الدوام تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة. هناك مواقف واضحة سواء كان على مستوى السيناتور اللي كان مورفي تقريب أكثر من مرة في بيان الخارجية، ما ريتش القلق، ريت أكثر معناها المساج اللي كانوا ونقرأوه ونشوفوه مع بعضنا، حثت الخارجية الأمريكية الحكومة التونسية على ضرورة احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان، مؤكدة على أهمية هذه المبادئ للديمقراطية وللعلاقات الأمريكية التونسية، ربطتها بالعلاقات الأمريكية التونسية، وقالت الخارجية الأمريكية أن إيقاف رئيس حركة النهضة رشل غنوشي وإغلاق مقر النهضة ومنع الاجتماعات التي تعقدها المعارضة التونسية بناء على تصريحات علنية تمثل تصعيدا مقلقا ضد المعارضين، مولانا قالت، واعتبرت الخارجية الأمريكية أن الإيقافات الأخيرة بناء على الانتقادات للحكومة تتعارض مع مبادئ الدستور الذي صادق عليه التونسيون والذي ينص صراحة على حرية الرأي والتعبير. شوية المرة هذه أنا تركيز في الكتيبة، أنا علاش الموضوع هذا حب نناقش فيه أنه هناك موقف واضح تقريب أمريكي من الرئيس قيس سعيد، أنا هذا في تقديري كمتابع، يعني ما زال الرجل لم يدخل دائرة الاحتواء، وفي ظل تغييرات كبيرة تشهد فيها المنطقة تقريبا في بوركينا فاسو، في مالي، في الجزائر ومواقفها، في المغرب، في البوليزاريو، في غيرها، ما زال الرجل بالنسبة لهم هوش متاح، واضحة الصورة، خاصة منذ إيقافه للبرلمان وإيقاف تقريب مسيرة ما عرف بالربيع العربي أو الإسلام السياسي وغيره، الرجل ما هوش مقبول كما ينبغي من قبل السياسات، من قبل الإدارة الأمريكية، العلاقات ماهيش ولا بد، بدليل أنه أكثر من مرة يصرحوا كما قلت لك سيناتور ميرفي مبعوثة الخارجية أكثر مرة يعبروا عن القلق، وهم لديهم نظرية اسمها نظرية الاحتواء، ما زالوا دون التصادم وعاملين الزجرة والعصا اللي هو موضوع صندوق النقد الدولي، لكن كتابع المواقف هذه كلها ما تقاش ولا موقف يرى باعتبار رأي الشعب التونسي مثلا، ما عمره يعني هناك وصاية في فكرة الحريات والديمقراطية، الأمريكان ما عمرهم يقولوا نشوفوا ردود الأفعال الشارع التونسي، ما عمرهم يقولوا مثلا شوفوا نسب صبر الأراء في علاقة بهذه الشخصيات. الغنوشي شخصية فاعلة بقوة طيلة 11 سنة من الحياة السياسية التونسية، ولكن هذه الشخصية هناك نقطة استفهام في كل نتائج صبر الأراء في تونس، ما فاتتش 1 ولا 2%، هما لا يضعون اعتبار لهذا، يعني إذا كان يتحدث هو عن الدستور وعن القانون وعن الحريات وعن حرية التعبير، علاش ما يقراوش بحساب ردود الأفعال المحلية خارج النخبة، خارج النخبة مختلفة في هذا الموضوع. الغنوشي راهو في المرتبة الأولى زاد فيش في السونداج، في المرتبة الأولى غنوشي في الشخصيات السياسية اللي ما عندكش فيها ثقة. تكاور بينا. شوف تعرف وقتاش نولي نقرأ البيانات نتاع الأمريكان، لو كان توا 3 جمعات وقت الجيش الإسرائيلي تخلى على الفلسطينيين
في الجامع الأقصى طح عليهم خبط خبط، لو كان وقتها عملوا بيان وقالوا حقوق الإنسان وقالوا الحريات وقالوا والله نولي نقرأ. مسألة موازين قوى، شكون الكيان الصهيوني موازين قواه أقوى من الناس الكل في الولايات المتحدة، السياسات الأمريكية هم فعلين فيها. كما بيانات فرنسا 24، كما بيانات سينين، كما بيانات الجزيرة، كلهم يحبوا الإسلام السياسي يكون موجود. واضح. وانت قلت هذا بفهم معناها العبيد ما هموش الشعب شي يحب، هما شي يحبوا. ولكن احنا مش نقيمه هل سيفلح الرئيس في هذا المسار في علاقة بصعوبات اقتصادية تعيشها البلاد، هل سيفرض الأمر الواقع باش يطيحهم هما المفاوضات ويتخطى هذه العقبات، أم ننجح لإيجاد بدائل عن هذه الوضعية من عدمها؟ كعلاش قلت لك ترح مازال أنا في اعتقادي بين الرئيس سعيد وما بين الخيارات هذه الدولية اللي تحب تملي شروطها في كل الدول. رأو ممكن يجوك في المساق قولك تعمل علاقات مع إسرائيل سايب لك القرض، ما تعملش علاقات مع إسرائيل ما سايب لكش القرض، هي معركة. بالله تتصور أنت الشعب التونسي تأثر بهالبيان متاع أمريكا؟ لا لا، الشعب التونسي مش موجود في الموضوع هذا، ما عندوش علاقة به. معناها خليها طوى، معناها كيني الحكاية بين ترك بين عرب طولت. لا لا، مهم جدا توضيح الخارجية التونسية أنها تكشف عن هذه الحقائق، عن ما قالته استقلالية السلطة القضائية، خاطر هما يعرفوا هذه الحقائق، لأنه زاد ما نزمش نعيش أنا في عزلة عالمية كلية وفي ظروف اقتصادية كان عارجة لهذا البلد. عندي تون سكر على روحي، ما عنديش مشكلة، يلزم عندي اكتفاء ذاتي، تون سكر على روحي، ما عنديش، يلزمني نعمل 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 لا دبلوماسي، وهم يبيعوا ويشروا. اي علاش تو انا نثمن الخطوات اللي عملها وزير الخارجية؟ اي ندخل نكور معاهم، اي يجب يعرفوا الحقائق. بيان وزارة الخارجية التونسية في مكان البارحة، بيان في مكان، ننتظر بيان آخر أنا. والبيان كما قبليك قلنا مع بسمة سعيدية كأنه إجابة مباشرة للأمريكان والفرنسيس والغيرة، لكن ما ذكرهمش بالاسم. في ندخل نكور يا لطفي، فهمت؟ أنت قلت نعمل لدبلوماسي، شوف فما حاجتين، فما لدبلوماسي وفما الانبطاح. لا مش الانبطاح، قلناش هذا يودي شكوني هي باش نطبح لربي سبحانه وتعالى، تبسو ليوسنا ربي سبحانه وتعالى وربي المشاهدين. شوف لكن يا لطفي، راك ماك تعيش شو وحدك، راك تعيش في قرية تحكمها دولات وموازين قوى، نعرفوا نتعداو في وسطها، نعرفوا نتعداو، ما قلناش نطقطوا راسنا، ما قلناش نهبطوا ريوسنا، ريوسنا والتونسي راهم دائما راسه الفوق، هذا اللي نعرفوه على التونسي. كما يقول المثل، الشر يوكل سقاطه والفقر يعلم الخياطه. تحكي على الاكتفاء الذاتي، الاكتفاء الذاتي تعرف وقت ايش يجي؟ وقت اللي نتلزوا باش نعملوا الاكتفاء الذاتي. مازلنا ما تلزيناش باش نعمل اكتفاء ذاتي اكثر من هكا وما تلزيناش. لا مازلنا ما جعناش يا لطفي. شنو ما جعناش يا لطفي؟ الجوع ضارب يا لطفي، يا لطفي الماء ما فماش، يا لطفي الخدمه ما فماش، الانتاج ما فماش، الفوسفات ما يجيبش، مش قاعد يجيب اللي كان نخدمه، الفوسفات يرجع كما هو، تو نرجعوا 5 على 5. من المهم جوعنا وتعبنا وما وردنا. اليوم عندك 94 يوم ريزيرف دو دوفيز، لو كان تصير لطف يا صاحب اللطف، معناها فيروس يتحل في البلاد هنا، ما عندناش فلوس باش نجيبوا له دواء وتلقيح. تعبنا لطفي، رانا تعبنا، ولكن الانتاج ما رجعنالوش. من المهم الدبلوماسية ان توضح حقائق الامور، ان تعرف تدافع على الدولة التونسية، ان تبين العشر سنوات هذوما راهو حققنا فيها جزء صغير من المطالب اللي يحبها الشعب التونسي، الحريات وحرية التعبير والنقاش والجدل وحرية التنظم والتفكير، ولكن 10 سنوات على الصعيد الاقتصادي فيها خراب، فيها سوء حوكمة، متحمل مسؤوليتها بما في ذلك راشد الغنوجي باعتباره كان رجل حكم. نعم. وإحنا الآن كل إحنا الآن إحنا التوانسة نتحملوا مسؤوليتنا، نرجع نثني والركبة ونخدموا وننجو ننجو نصدروا 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 حاجة أخرى بخلف التصدير، الاستثمار الداخلي والخارجي، باش نحكيك رانا عرفت معنقر الكابوس هذيك التونسي وحياته كاملة باش يبقى معمر الكابوس يعنبر كيفاه يعنقر فلوسي ونعنقر كابوس ويحط المشموم هكاك الفل ولا الياسمين يرشكون أما بالخدمة هذاك ما لاباش.